بكل الكلام ده يعني ايه؟ امال المصريين راحوا فين؟ ايها الشعب المصري العظيم، عايز تعرف المصريين كانوا فين يوم الجمعه 11/11؟ سابوا الثوره وما نزلوش ليه؟ لانهم ببساطه شديده جدا كانوا في دريم بارك. دعوات الاحتشاد ليوم 11 من نوفمبر أبلت بلاء حسن واحتشد الكثيرين للمتعة والترفيه. كنا عايزين نعرف من حضرتك الهدف من الخصم اللي انتوا قدمتوه النهاردة. أولا أهلا بيكم وبقناة دريم. الهدف الأساسي من قصة الخصم إن احنا كنا عايزين نشجع الناس إنها تنزل وما تخافش، لأن فعلا كل الدعوات وكل الحاجات اللي اتقالت دي أعتقد إنها كلها حاجات في الهواء ملهاش اي قيمه. احنا ما كناش متوقعين ان العدد هيبقى كده، لان العدد فعلا يعني اكتر بكتير مما كنا متوقعين. هو ده المعتاد يعني. النهارده جمعه برضو، ناس الاقاليم خايفه برضو ان تنزل القاهره. لو مفيش مظاهرات كان الناس منبهه لمظاهرات، هتلاقي الدنيا زحمه النهارده تعدي 15,000. كنت سامع اللي فيه دعوات للنزول للتظاهر النهارده؟ كنت سامع كلام كلام كله كلام. ده ما اثرش عليك اللي انت تيجي هنا وتستمتع بالوقت؟ ما كنتش جيت. لو كان هيبقى في تأثير عليا ما كنتش جيت، ما كنتش طلعت من البيت. انا عارفه وجيت بالذات النهارده علشان احتفل ان احنا بلدنا كلها امان، واقول لاي حد في اي دنيا في الدنيا كلها ان احنا بلدنا امنه وما فيهاش اي حاجه. ايه رايكم في اليوم النهارده والخصم اللي معمول؟ دريم بارك متنفس كويس على طول، بنحب ان احنا نيجي ونغير جو ونفك جو الشغل. متنفس كويس، وطبعا الخصم كويس يشجع الناس انها تيجي. دريم عموما عامه يعني هي ممتعه جدا ومحدش بيبطل يجي فيها. يعني دي تقريبا حوالي خامس مره اجي، بصراحه لو كل يوم معايا هاجي كل يوم. بس شايفه الخصم ده لو كان كل يوم هتيجي؟ كل يوم والله، والله عندي استعداد اجي كل يوم. اول مره تيجي دريم بارك ولا جيت قبل كده؟ لا جيت قبل كده كذا مره. والنهارده مخصوص عشان الخصم؟ اكيد يعني، بس انا حاسه ان يعني الواحد واخد راحته النهارده. يعني قبل كده كان في ضغط، يعني بحس ان كتير قوي يعني الزحمه النهارده بالمعقول، وفي نفس الوقت قادر تستمتع. يعني النهارده عشان خصم ولا انا كنت عايز اجي؟ بس عشان طبعا استفيد بالخصم طبعا، لما عرفت في 50% قلت لازم اجي. شايف الناس اللي في دريم بارك اكتر من اللي كانوا في الشارع النهارده؟ بكتير قوي، بكتير كتير قوي. انا بصيت لقيت استغربت، لقيت مصر كلها هنا في دريم بارك، وما شفتش اي حد في الشارع، مش في اي حاجه، والمواصلات كلها كويسه، وكل الناس فرحانه، وكل الناس مبسوطه هنا في دريم بارك. في جمعه ظن الكثيرين ان لها شان اخر، ثار الكثيرين من اجل السعاده.